السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهارده ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفه جديده يا جماعه كده هنعملها مع بعض. النهارده يا جماعه ان شاء الله الوصفه اللي احنا هنعملها النهارده باذن الله هتبقى على مبدئيا كده في الاول خالص زي ما انتم شايفين انا الجو امبارح كان شتي، كان فعلا بقى شتاء، كان شتاء فعلا يتقال على يعني في حقه شتاء، وكان في برد. فزي ما انتم شايفين بقى انا نظفت الكيوب خالص، شلت الطبقه اللي كانت تحت هنا خالص ورحت حاطه طبقه نشاره زي ما انتم شايفين تدفيهم بقى حتى لو الجو برد تدفيهم. ده يا جماعه انا شايلاه خالص اهوت، يعني انا نظفت خالص لغايه ما وصلت كده للاسفلت بتاع الصبه، عشان بس الناس اللي هي كانت دايما بتسال بتقول لي مش انت بتنظفي ولا بتحطي طبقه فوق طبقه؟ لا انا يا جماعه بنظف خالص بشيل، يعني لو انت عندك طبقه خفيفه زي ديت زي اللي انا حطاها ديت ولسه ناشفه زي ما هي كده يا دوبك كده يعني حاجه بسيطه ممكن ترش عليها كمان طبقه. عند ما تلاقيها تقلت بس كده وحاجه بسيطه او تلاقيها طريت قوي انصحك ان انت تشيلها خالص من جذورها خالص تشيليها. ليه؟ لان الجو بالليل والفراخ ما شاء الله كتير على بعضها وتقيله، وانت مع الدفا بقى ده بتعمل صهد، فممكن بتقلب عليهم كوكسيديا بتخلي الفرخ يجيله كوكسيديا الفرخ يتعب معاكي. ما انصحكيش اكتر من كده، يعني اللي انا اقدر اقوله لك ان انت لو انت عندك طبقه زي ديت ممكن تصبحي تاني يوم الصبح ولا حاجه لو انت لقيتها يعني هي لسه مشفشفه كده ممكن تزوديها تقليها في طبقه كمان زي ديت تحطيها طبقه فوق طبقه. بعد كده لو انت لقيتي في ريحه ريحه للنشاره او ريحه للفضلات بتاعه الفراخ انصحك ان انت تشيليها على طول علشان ما تعملش كوكسيديا للفراخ وممكن تخلي الفراخ تتعب وتكش منك. ده يا جماعه اللي بسبب ان الفراخ تموت معاكي، تمام؟ فعلى طول دايما باستمرار نظفي، كل ما الفراخ بتتقل معاكي وكل ما الفراخ بتكبر نفسها بيكتر مع الدفى ممكن بيخلي صهد المكان بيقلب بريحه امونيا، فدي بتقلب على عين الفرخ وبتتعب الفراخ، ممكن لا قدر الله الفراخ تموت منك. يعني انت ذات نفسك لازم تحسي بالمكان اللي انت داخلاه، لو انت دخلتي لقيتي في ريحه يعني ريحه او ريحه عامزه ريحه نشاد ريحه الامونيا ديت في المكان ما انتش طايقاها على طول فورا على طول تقومي شايله الطبقه دي كلها ومسكي المكان. لو انت مغطياه هوي المكان خالص زي ما انا مهويه دلوقتي قدامكم اهوت، ده انا مهويه باجي اخر النهار بقوم مغطيه بس ما بغطيش خالص لان زي ما انتم عارفين الفراخ ما شاء الله كبرت ونفسها دلوقتي بقى على بعض تقيل، فبحاول ان انا اسيب مكان كبير ان هو ايه يعني يجدد تهويه له. طبعا يا جماعه زي ما انتم عارفين الناس اللي هي بادئه معايا وعارفه دول دفعتين على بعض، انا كل فيديو بقول لكم كده عشان في ناس جديده بتخش في الفيديو وبتسال. ده يا جماعه اساسه بس في كبير وفي صغير وفي كمان معاهم الفيوم، يمكن انتوا لو ملاحظين ما شاء الله الفيوم بدا يتطور وبدا يعني ايه يحلو ويكبر معايا. فدول دفعتين مع بعض هما دول عشان ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين دول باذن الله ينقضوا معايا رمضان. اما الرومي بقى انا كنت اللي قلت لكم هنقوله يا جماعه بس لغايه دلوقتي مش قادره ان انا يعني اظبط له مكان، فانا سايباهم معاهم كده مؤقت بس خايفه بس يا جماعه ان انقله مكان تاني ولا حاجه يبرد مني، فباذن الله ان شاء الله يعني بس عمل الجو يدفى شويه كده لان انتوا عارفين امشير بقى كل يوم بحاله، فعمل الجو يدفى كده ان شاء الله هقوم فاصلاه لان ده افضل للاثنين، افضل للرومي وافضل للفراخ. انا يا جماعه ما برجحش الاثنين يبقوا مع بعض، يعني على اساس ان افوق لدي وافوق لدي، فباذن الله قريب لان انا كنت قلت لكم انما اللي فات باذن الله على الفيديو الجاي هكون نقلاه، فانا بصراحه ما قدرتش ان انا يعني ايه ان افصل ده عن ده او اوفق لدي مكان لوحده وده مكان لوحده. فطبعا كل ما يكون الروم لوحده يا جماعه كل ما بيكون احلى او كل ما يجي معاكي بسرعه، لان طبعا زي ما انتم عارفين انا كنت في السنه اللي فاتت اللي انا كنت مربيه فيها الرومي، الرومي طبعا كان لوحده كنت باكله خضار كتير وكنت باكله يعني علف لوحده كده مهما كان، اما بيكون لوحده بتهتم بيه غير ما يكون مع طيور تانية. هو اي نعم بياكل علف وكل حاجه مع الطيور التانية بس لما يكون لوحده بيبقى يعني بيفوق لنفسه وبيبقى احسن، حتى بتفوق للفراخ وبتفوق لنفس في نفس الوقت للرومي. فان شاء الله بس يعني عم الجو يدفى شويه باذن الله نحل بقى المشكله دي. فاحنا بقى يا جماعه ان النهارده جايب لهم وصفه ده كويسه جدا لان زي ما انتم عارفين احنا بقى عايزين ايه نسمن الفراخ معانا بسرعه او نكبرها بسرعه مش بنقولها نسمن، خلاف كده وكده كمان الوصفه اللي احنا هنعملها دي يعتبر يا جماعه رفع مناعه لان زي ما انتم شايفين انا حسيت ان في فرخ يعني بعض فرخ واقف كاشي شويه يمكن يكون برد من بروده الجو بقى بالليل والجو كان برد فعلا بالليل وكان شتاء. فان شاء الله يعني انا هحاول ان انا اعمل ثوم وبصل وليمون انه يعني باذن الله بعد الوصفه ديت وهديله. يعني لو انتم ملاحظين في فرخ كاشش اهو هناك اهو الفرخ اللي انتم شايفينه ده اللي بيجري ده الصغير ده، فالخلطه اللي احنا
احنا جايبينها دي يا جماعه دي يعتبر دي بتعالج جميع المشاكل التنفسيه ورفع المناعه، يعني بتعالج البرد كويس، بتطهر يعني يعتبر برضو مطهر معوي، بتعالج كل المشاكل اللي احنا بنقول عليها ديت. فدلوقتي يا جماعه ده برد قوش وده قرفه، تمام. فانا هحطهم الاول على الخلطه ديت، على اللي هنعمل الخلطه دي كلها على العلب فينا اهو. فالحمد لله يا جماعه اهوت، يعني احنا حطينا الفراخ الخلطه بتاعتنا اللي احنا حطيناها النهارده اهي. الخلطه دي بقى يعني يعتبر هي كمان رفع مناعه معاك، يعني كويسه جدا، خلاف كده زي ما قلت لكم بتعالج مشاكل معويه، يعني ما شاء الله كويسه جدا. فاتح شهيه يعتبر في الاول في الاخر فاتح شهيه للطيور، بتزود معدل التحويل معاك عند الفرخ، يعني بتخلي الفرخ ما شاء الله يشيل لحم كويس جدا، تمام. هقول لكم بقى يا جماعه على حاجه عشان كلكم تنتبهوا منها وتخلوا بالكم منها جدا جدا. لو انت عندك الفرخ عنده كوكسيديا او عنده اي مشاكل معويه، يعني خلاف الكوكسيديا لو الفرخ عندك اي مشاكل معويه او عنده اي حاجه، هتندمي ندم عمرك لو انت حطيت له المعلقه ديت. طيب المعلقه دي هي ايه بقى عشان كلكم تستفادوا وتعرفوا وتخلوا بالكم منها؟ المعلقه دي يا جماعه ده انت ممكن تحطها والفرخ معاكي سليم، هقول لك ده هتبقى كويسه جدا جدا معاكي، لانها بسم الله ما شاء الله ده كويسه، يعني انا يمكن عملتها لكم قبل كده، بس طول ما الفرخ عنده مشاكل معويه انتبهوا وخلي بالكم يا جماعه من الحاجه دي، او عنده كوكسيديا او عنده اي التهابات في الامعاء عنده، انصحك ان انت ما تحطيش المعلقه دي للفراخ، لان كونك ان انت تحطي المعلقه ده يبقى انت كده دلوقتي بتموتي الفراخ بتاعتك على البطيء او بتدمري الفراخ عندي. طيب طبعا كلكم عايزين تعرفوا ايه هي المعلقه ديت عشان تخلوا بالكم منها، بس يا جماعه خدوا بالكم طول ما الفرخ سليم هقول لك ماشي حطي منه، انما اللي ما تحطيش منها طول ما الحاجات اللي انا قلتها عليها ديت ده ما تحطيش. الفرخ عنده كوكسيديا، عنده التهابات معويه، عنده اي مشاكل معويه ما تحطهاش. طيب المعلقه ديت هي ايه؟ تعالوا بقى اقول لكم عليها. ده يا جماعه المعلقه اللي احنا بنقول عليها دي معلقه الشطه. انصحك فعلا ان انت ما تحطهاش للفراخ، كل ما الفرخ عنده كوكسيديا، عنده اي التهابات معويه، عنده اي مشاكل ما تحطهاش، عنده اسهالات ما تحطهاش، تمام. دي خدوا بالكم منها يا جماعه لان دي ممكن تدمر الفرخ معاك. الفرخ صحته كويسه وسليم هقول لك حطي منها، لان طبعا احنا يمكن في ناس ما تعرفش عن الشطه، احنا يا جماعه من ضمن الوصفات بتاعتنا الشطه دي يا جماعه ان احنا بنحطيها على العلف، لان لها سحر رهيب جدا في زياده الوزن وفاتح شهيه وفيها كل يعني كل فيها كل حاجه، بس ما بنتقلش، يعني يوم ما تيجي تحطي منها ما تتقليش، تمام. فانا حذرتكم يا جماعه من المعلقه ديت، دي يا جماعه نصيحه مني عشان كلكم تاخدوا بالكم منها، لان يعني ايه دي نصيحه لازم كلكم تعملوا بيها، دي ممكن تدمر لك الفرخه وانت مش واخده بالك. فاحنا واحنا بنعلف كده نخلي بالنا من طيورنا. هنقعد يعني انا علفت دلوقتي، انا قاعده شويه قصاد الطيور عندي، بشوف الفرخ اللي بياكل وبشوف الفرخ اللي ما بياكلش، الفرخ اللي بيبقى كش على جنب ده بعرف ان هو تعبان، فرخ الوقت عمل فضلات ولا حاجه بشوف اللون الفضلات بتاعته فيها اسهال فيها كوكسيديا، يعني حمار، لان لسه الناس لغايه النهارده ما تعرفش يعني ايه كوكسيديا. الكوكسيديا دي يا جماعه ده بيبقى لو انت عندك الفضلات بتاعه الفرخ مع الرقبه حمار ده بيبقى عنده كوكسيديا. الاسهال البني ده بقى ده طبعا بيبقى يعني ايه داخل على لسه على دار كوكسيديا، تمام. فطول ما انت قاعده كده شوف الفراخ اللي تلاقيها كشه اللي تلاقيها تعبانه، الفرخ اللي بياكل السليم كده، يعني ما تديش العلف للطيور وتنك نازل. فخلصت الموضوع ده كله يا جماعه، بنصحكم بقى لو الفرخ عندك تعبان اي تعب ما تحطش المعلقه دي، حط اي وصفات ثانيه انت عايزاها ما عدا المعلقه دي. فاحنا برضو عايزين نحاول نخلي بالنا، الجو ايام دي برد يا جماعه، دفي الفرخ معاكي كويس عشان الفرخ يبقى ماشي معاكي كويس وطبيعي على طول دايما على طول. فانا يعني انا اكلتهم اهوت على اخر النهار كده ان شاء الله، يمكن يعني دلوقتي قبل ما انزل هقوم قافله السلك ده خالص بالفرشه بتاعتي، يعني انا مخصصه فرشه قبل ما بنزل بسيب المكان يتهوى شويه علشان ما يعني ما يبقاش المكان ريحته صهد، ريحته امونيا او الحاجات دي كلها، لا لازم بهوله شويه، وبعد كده بقوم قافله عليه الجناح ده خالص وكانتي نازله عشان الفرخ ما يبردش معايا، لان الجو يا جماعه الايام دي برد، والبرد كمان بيبقى بالليل بيبقى اكتر، يعني احنا ما بنحسش بوب الا بالليل كمان، تمام. فاحنا لازم نحافظ على طيورنا لانها طبعا بتبقى من يعني مكلفين عليها وصارفين عليها، فما نستهترش باي حاجه من دي. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى يا جماعه تعملوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.